أهلا بيكم وحلقة جديدة من حوار اليوم. رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وفي مصر بتحاول الجمهورية الجديدة ربط الماضي بالحاضر، حياة كريمة، التجربة الرائدة، النموذج اللي بيحتذى به. نجحت المرحلة الأولى والثانية وإحنا بصدد مرحلة جديدة. معانا في الاستوديو في حلقة النهاردة مهندس محمد خليل، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، للحديث عن مبادرة حياة كريمة. أهلا بحضرتك، منورنا دايما. أشكرك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير. أستأذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار إن شاء الله. تعكس رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الشاملة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نجحت مصر من خلال مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتوفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، خاصة أنها أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، سواء من حيث حجم المخصصات المالية أو نطاق الشمول وأعداد المستفيدين أو من حيث تكامل الأبعاد التنموية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. وأدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية. كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة. وبناء على النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة على المستوى الوطني، أطلقت مصر خلال مؤتمر كوب 27 مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا، قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الإفريقية الأكثر فقراً وهشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام 2030. وبما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً، وكذلك دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة، وذلك مع مراعاة تنوع وتباين ظروف وقدرات وأولويات مختلف الدول الإفريقية. بجدد الترحاب بكم وضيفي الكريم في الاستوديو المهندس محمد خليل، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة. أهلا. التنمية المستدامة أصبح لفظ بيتكرر كثيرا مؤخرا، ودلوقتي بقى مرتبط ارتباط وثيق بمبادرة حياة كريمة والتنمية المستدامة. ما هي التنمية المستدامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما نحب نعرف التنمية المستدامة لازم نقول إن هي موضوع مهم جدا وقديم، من الخمسينيات والستينيات لما الآلة والحياة الصناعية ضغط على الكرة الأرضية كلها، والتطور الصناعي زي ما نقوله كده الجيل الأول والتاني والتالت والرابع من الحياة الصناعية، كان لازم الثروات الصناعية اللي احنا دلوقتي في مرحلتها الخامسة الثروة الخامسة بالضبط، كان لازم يكون في وقفة، خاصة لما نقول تنمية يعني عملية معقدة جدا لها مناحي كتيرة، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، ثقافية، مستدامة يعني مستمر. طيب، كان التنمية لازم تاخد في الاعتبار اولا البعد الاجتماعي بتاع اي مكان، اي بلد، اي ثقافة، كمان البعد الاقتصادي والمقدرات الاقتصادية لكل دولة، جنب دوت طبعا الموارد البيئية اللي بتتمتع بيها كل دولة. ويبقى هنا بقى نقعد نتكلم ما بين ثلاث ألفاظ مهمة جدا، التوافق وكمان التوافق والتطبيق والعدالة. بمعنى ان احنا لو قدرنا نحقق العملية الاقتصادية مع الموارد الطبيعية يبقى احنا عملنا تطبيق، لكن لو عملنا موارد طبيعية مع حياة اجتماعية يبقى عملنا توافق. وما افضل واعظم ان احنا نقول الاقتصاد او النمو الاقتصادي يتناغم مع
النمو الاجتماعي، يبقى احنا حققنا العدالة. لكن في الأصل التلاتة هم الركائز الأساسية اللي بتنمو أو بتحملهم كلمة التنمية المستدامة لو احنا خدناها بلفظ معقد، لأن احنا عندنا خمس محاور مهمين جدا جدا. أولهم وأخطرهم وأهمهم هو الإنسان، الركيزة الأساسية اللي بتتبني عليها كلها التنمية المستدامة. الفكرة بدأت في سنة 2000، كان في اجتماع مهم جدا في الأمم المتحدة عشان هنقدر نحافظ على هذا الكوكب الكبير بمقدراته بالموارد البيئية بتاعته ازاي. وكان الأساس فيها هو حاجة اسمها مبادئ التنمية للألفية. طيب كان ايه الاساس فيها؟ كان عباره عن 8 اهداف فقط، كلها كانت بتتعرض فقط للموضوع الاجتماعي او الناحيه الاجتماعيه، من ازاله الفقر، من تعليم المراه، من الاهتمام بالطفل، الاهتمام بالصحه. لما نبص على هذه المبادئ هنلاقي مهتمه جدا بالناحيه الاجتماعيه، والدول الناميه او الدول اللي مقدراتها ضعيفه. طب انا مش عايزه اقطع حضرتك في هذه الجزئيه، لكن حضرتك بتقول يعني المشروع بدا في الامم المتحده من عام 2000، لكن 2000. الوضع يعني قبل ما يعني سؤال عابر سامحني عليه، الوضع متدهور، الوضع الانساني متدهور على مستوى العالم، خاصه في البلاد الناميه منذ ذلك الحين. وعشان يعني كده بعد 15 سنه كان لازم يبقى في وقفه قويه جدا برضو من الامم المتحده، وتشوف انت وصلت فين. كان لازم تقيم هذه التجربه اللي قعدت 15 سنه، وهل الطبيعي ان احنا نهتم بالموضوع الاجتماعي فقط ولا تهتم بالموضوع الاجتماعي والاقتصادي والموارد البيئيه. وعلى اساسه تم الاجتماع مره اخرى مع جميع بقى دول العالم، وبقت في فكره التنميه المستدامه اللي هي عباره عن بنقول 17 هدف ب 169 غايه ب 213 مؤشر قياس، عشان زي ما بنقول بالبلدي يبقى المليان يكب على الفاضي. عشان كده حضرتك قلت اهم مؤشرات القياس ايه؟ حضرتك طبعا قياس مستوى التعليم انت وصلت لايه، مستوى الصحه انت وصلت لايه، الحفاظ على المقدرات بتاعتك من اذا كان موارد مائيه، اذا كان زراعه، اذا كان خاصه ان في ال 15 سنه اللي حضرتك اشرت ليهم من 2000 ل 2015 كان في مؤشرات تقول ان لسه في مشكله. أولهم إن كان في 800,000، لو حبينا نقول أرقام سريعة، 800,000 نسمة كان المعدل الدخل بتاعهم لا يزيد عن دولار وربع يوميا، وده رقم ضعيف جدا. بنقول إن في 9 ما بين في فرد من بين كل 9 يعاني لسه ما زال من الجوع، فرد من بين كل 6 لا يستطيع القراءة والكتابة، كمان نصف الغابات اللي موجودة في الكرة الأرضية مهددة بالتلاشي، الكائنات البحرية اللي كانت في المحيطات، ودي ثروة كبيرة جدا من أسماك وغيره وغيره وغيره، دي برضو كانت مهددة تهديد كبير. وكان لازم يبقى فيه وقفة قوية جدا، يبقى فيه رؤية اسمها 2030، وعشان كده 2030 هي مش رؤية مصر، هي رؤية الأمم المتحدة. يعني في 2030 للمملكة العربية السعودية، 2030 للإمارات، 2030 لأمريكا. طيب ازاي امريكا معقوله محتاجه هذا الفكر؟ انجلترا محتاجه، فرنسا محتاجه، لاني احتياجاتهم تختلف عن احتياجات بالظبط كده بيئيه اكتر. باشمهندس هي متاثره بيئيا اكتر، انت حضرتك متاثر اقتصاديا، في بعض الدول متاثره اجتماعيا، وعشان كده انت 17 هدف دول زي ما احنا قلنا تحتهم 169 غايه، لو قعدنا نتكلم على كل هدف كل غايه هناخد وقت كبير جدا. طب انا يمكن كنت عايزه ارجئ الحديث عن دور الامم المتحده لاخر الحلقه، لكن بما اننا بدانا بيه، دور الامم المتحده ايه في يعني انفاذ قراراتها فيما يتعلق بالتنميه المستدامه؟ اسهاماتها الماديه ايه؟ زي ما بنقول المليان بيكب على الفاضي. تعاون قوي جدا ما بين الامم المتحده و هيئتها الداخليه المنبثقه منها مع وزارات الماليه، مع وزاره البيئه، مع وزاره الاقتصاد في كل دوله من هذه الدول، كمان متابعه ما يستجد من احداث في هذه الدول. طبعا احنا كلنا تابعنا الكوب 27 عندنا في مصر، في شرم الشيخ، ثم كوب 28 في دبي، وكان قبلها كوب 26 في فرنسا، في اهتمام غير مسبوق. وكانت ازمته الاساسيه هي ازمه التمويل اللي بسببه مددنا المؤتمر. بالظبط كده. وعملوا مجهود كبير جدا، ولقاءات وحلقات نقاشيه وحلقات بحثيه ما بين الدول وبعضها البعض عشان يقدروا يسيطروا على هذا. وكان المخرج من أهم المخرجات هذا المؤتمر طبعا إن احنا قدرنا نسوق
وكمان نوضح اكتر من كلمه نسوق المجهود العظيم اللي حصل فيه مبادره حياه كريمه او المشروع التنموي الكبير حياه كريمه، وطلعت بتوصيه مهمه انه يتم تنفيذه وتطبيقه في دول افريقيا كلها. لو احنا عايزين نقول في تقييم من الامم المتحده لمبادره حياه كريمه ان هي من افضل المبادرات على مستوى العالم، على مستوى العالم اللي تنتمي لموضوع التنميه المستدامه. نعم، واتعمل عليها عدد من الدراسات نعم نعم، خاصة ان احنا لو قلنا التنمية المستدامة بشكل بسيط لاهلنا، يعني نقول ان انت حضرتك تزرع وتتنمى في الزراعة، ولكن تحافظ على التربة الزراعية والمية، اعمل مصنع ولكن بالشكل الاقتصادي والشكل البيئي المحترم عشان ما تطلعش ثاني اكسيد الكربون اللي ممكن يأذي البيئة اللي حواليك. حضرتك تقدر تصطاد وتنمي من اقتصادك، بس امتى وفين وازاي؟ طيب التطبيق ده بقى على ارض الواقع كيف تم، خاصة وأن المبادرة بدأت بمحافظات الصعيد، إزاي حافظنا على الأراضي الزراعية، إزاي وطننا صناعات جنب زراعة، التطبيق العملي على أرض الواقع كان شكله. التطبيق العملي بدأ بفكرة من شباب مصر المحترم. احنا عندنا القوى الناعمة بتاعتنا 60% من عدد السكان شباب. في 2019 في مؤتمر الشباب كان في فكرة بسيطة جدا، وكان الأساس فيها هم حوالي 14-15 محافظة، يعني تلتينهم من محافظات الصعيد. كان المستهدف هتصرف 3 مليار جنيه مصري على 277 قرية بس اللي هم الأشد فقرا، ان انت رحت تدرس هذه القرية بمقدراتها بمشاكلها الجامة، وقدرت تقسم عدد السكان او عدد السكان اللي يعانوا من الفقر على عدد السكان الكامل عشان تقدر تجيب هذه النسبه. لما القياده الرشيده والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسه مجلس الوزراء لقوا ان هذا مشروع قوي ومشروع قومي، بدا يعمل دراسات كبيره، وبدات يبقى فيه 30 وزاره مع 23 هيئه مجتمعيه اجتمعوا وقالوا ان احنا كمان نحط ايدنا في ايد بعض عشان نقدر نكبر هذه الفكره. وعشان كده في 2021 السيد الرئيس دشن واتمضت البروتوكول الاول مع حياه كريمه. لما نقول بقى الارقام تنامت لكام، من 277 بقينا 4582 قريه في 22 محافظه، في حوالي 200 مركز، في حوالي اكتر من 2000 تابع. طيب دول هيتصرف عليهم قد ايه؟ الميزانيه كانت بتبدا ب 500 مليار جنيه مصري، تنامت بقت 700 مليار جنيه مصري. والمرحله الاولى زي ما السيد الرئيس اشار في مبادره كتف في كتف اللي كانت موجوده في استاد القاهره، اتصرف عليها 350 مليار جنيه، وقال ان احنا بقى المستهدف بتاعنا 1000 مليار جنيه مش 500 مليار جنيه، بقت الضعف. طيب ليه برضو؟ لان الاساس فيها زي ما احنا قلنا هو العنصر البشري، هو الانسان المصري. في بعض القرى محتاجه ان انت تعمل تبطين ترع اللي بيمثل حوالي، وده شفناه في التقرير الاول، بيمثل حوالي 3% من قيمه الاعمال اللي هتنفذ في مبادره حياه كريمه. طب ده ياخدني لسؤال مهم، تطبيق مبادره حياه كريمه كانت الدراسه اللي بتحصل هل على بشكل فردي، يعني كل قريه ليها خصوصيتها ليها احتياجاتها، ولا كان المرحله الاولى كانت بتعالج مشاكل عامه؟ لا طبعا، المرحله الاولى كان فيها 1600 قريه. ال 1600 قريه تم دراستهم دراسه شافيه وافيه. الشباب قصدي على حده، ولا يعني القريه دي محتاجه ده، القريه دي محتاجه كده. كل قرية ده، ولا كان بشكل عام هذه القرى تحتاج لكذا؟ هنقول ولنكن قريه سين دي محتاجه تبطين ترع، قريه صاد محتاجه هنقول وحده صحيه، قريه اخرى محتاجه وحده زراعيه، قريه ثانيه محتاجه مدرسه، قريه ثالثه محتاجه رصف، قرية رابعة محتاجة الصرف الصحي اللي بعد ما كان لا يتعدى 20% وصل ل 40%، قرية خامسة محتاجة المياه النظيفة والشرب. وهنلاقي ده كله أثر بعد كده على الناحية الصحية والمبادرات الصحية الكتيرة اللي في مصر. احنا كنا دايما بنقول فيروس سي والفيروس الكبدي الوبائي، احنا بنقول ان احنا وصلنا، مش عايزين نقول صفر، ولكن تقريبا قدرنا نسيطر عليه تماما، لانك انت ما دام قدرت تسيطر على المصدر الاساسي لهذا المشكله وهو مياه الترع اللي كانت بتحتوي على البكتيريا فانت
تقدر تسيطر بشكل كبير عليه. واهدار للمياه. واهدار للمياه. ده ورد النيل. فلا طبعا شباب. وكانت بتبدا ازاي؟ ان انت مجموعه من الشباب بتنزل هذه القريه بيعملوا استقصاء، حضرتك انت شايف ايه اللي ناقصك هنا في هذه القريه؟ انا عايز مدرسه ابتدائيه. ده الرد على سؤالي. انا عايز مدرسه اعدادي، لا انا عايز وحده صحيه، انا راجل كبير في السن وعايز شمول مالي عشان اقدر اقبض مرتبي واقدر اطلع شهاده ميلاد واقدر اطلع رخصه من المكان بتاعي وانا قاعد. فكل ده طبعا كمان بعد ليه؟ لان المرحله التاليه لهذا ان انت بعد ما بتقدر تعمل هذا الاستقصاء وبتشوف طيب انت بقى كل شهر بيطلع تقرير شهري عن هذه القريه انت وصلت لايه؟ قدرت تتحقق ايه؟ لان ممكن بعد فتره تقدر تغير هذه المحاور لمحاور اخرى وتقدر تستفاد بالمبالغ الماليه اللي كانت مستهدفه لهذه القريه بشكل اخر في موضوع اخر. وعشان كده حصلت مبادرات كتيره تقدر تفيد الشباب وتقدر تفيد المراه في هذه القرى. طب حضرتك اتفضل. لا اتفضلي يا فندم. يعني حضرتك تحدثت عن الشمول المالي. التحول الرقمي ووضع اعداد قاعده بيانات وكده، علاقته ايه بالتنميه المستدامه؟ واستفاد قد ايه منه مبادره حياه كريمه؟ افادته قد ايه؟ موضوع الرقمنه والتحول للتحول الرقمي والنقله النوعيه اللي حصلت في الجمهوريه الجديده المرتبطه بالعاصمه الاداريه الجديده، طبعا دور التاج بتاعت المدن الذكيه دي هتوفر لك وقت وهتوفر لك الاوراق اللي استفادت منها مبادره حياه كريمه في القرى. طبعا جدا جدا، لان انت دلوقتي بقى عندك زي ما بيقولوا يعني داتا بيز او عندك قاعده بيانات قويه جدا لكل شيء في مصر. ده اللي احنا كنا بنفتقده، احنا ما كناش القريه رقم واحد دي احنا مش عارفين ايه مشاكلها. طب عندها عدد سكان قد ايه؟ طب سكان المراه فيها قد ايه؟ وسكان الشباب فيها قد ايه؟ طب المساحه الزراعيه كام فيها قد ايه بالظبط؟ طب التاثير بتاع جوار المباني عليها قد ايه بالظبط؟ وعشان كده الاهتمام المصري كان مهم. لو في معلومه بسيطه، كان في 17 الدوره 17 لمؤتمر البنوك يوم 25 اكتوبر 2023 اللي نظمته مصر، كان برئاسه الاستاذ هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي بتواجد جميع البنوك والقامات المصرفيه الكبيره اللي في مصر. كان الهدف منها هو الطريق الى الاستدامه والاقتصاد الاخضر. فاحنا انت بتقول ان مصر بتحاول تمشي في هذا الركب بشكل كبير، اشاروا فيه الحاجات لنقاط مهمه، الاهتمام بالطاقه اللي انت قدرت توصل ل 42% عشان تبقى طاقه نظيفه. كمان السكوك سك الاخضر او ده زي سك استدانه، انت عملت سكوك ب 750 مليار جنيه. احنا بنقول السكوك دي بدأ من سنه 2000، انت عملتها في 2022، لاني نقول المبالغ اللي بتصرف على الاستدامه في دول افريقيا بتقريبا بتبقى 2.9 من قيمه الاقتصاد المحلي او فده كلها ارقام مهمه بتقول ان انت كمصر مهتم بهذا الشيء. ده بنوك. طيب على الجزء الاخر واهتمام القامات العلميه والمنابر العلميه، كان في وزاره في جامعه القاهره كليه الاعلام من حوالي شهر او شهر ونصف، برضو نفس الموضوع كان موضوع هام على مدى يومين 8 و9 مايو اللي فات تحت طبعا مظله وزاره جامعه كليه الاعلام وكذلك رئيس الجامعه، وحصل فيها حوالي 8 لقاءات بحثيه فيها 35 بحث متعلقين بالتنميه المستدامه وخمس حلقات نقاشيه. طب كنا قافلين على نفسنا خالص، كان موجود فيها امريكا، اسبانيا، نيجيريا، جنوب افريقيا، كل دول جايين يدلوا بدلوهم عشان نتبادل الخبرات ونتكلم انت عندك مشاكل ايه نقدر نتكلم عليها ونحلها، وانا عندي مشاكل ايه، بحيث ان انت في الاخر تطلع باوراق عمل تكون مفيده جدا لفكره التنميه المستدامه. واكيد انت بتاكد على دورك المحوري في الشرق الاوسط. مدى استجابه وال يعني التواصل على ارض الواقع مع النظريات والتطبيق، مدى الاستجابه من المواطنين؟ اكيد الاستجابه لو قلنا 100% هنبقى ظالمين، ولكن في استجابه قويه وفي تعاون الشباب قوي ولا الاكبر سنا؟ الشباب والاكبر سنا، بس الشباب اكتر لانه هو اللي شايف بعينيه، والاكبر سنا لانه بدا يشوف راحه
انت بدل ما كان بيتعب وبيروح من القريه للمدينه عشان يقبض او عشان يخلص اوراقه، فانت بدات تقرب له القضيه. كمان لما يلاقي بلده بقى فيها طريق مرصوف كويس، وصل لها الغاز، وصل لها الميه، وصل لها الصرف الصحي اللي كان بيعاني منها فتره كبيره، ابنه كان بيمشي بال2 كيلو 3 كيلو مترجلا عشان يوصل لمدرسه، كمان موضوع الكليات وخلافه. لا طبعا في انا بشوف، ولكن اما نقول ان احنا مصر دلوقتي عندها ثلاث مشاريع قوميه كبيره جدا، حياه كريمه، تطوير عشوائيات، مدن ذكيه، احنا زي اي بشر او زي اي حد في الكون، لو حضرتك قلتي للي عايش في اي كومباوند او اي مكان حياه كريمه هيقول لك انا مالي، ليه بيتصرف المبالغ دي كلها على حياه كريمه، انا هستفاد ايه؟ انت شايف حضرتك كده لانك انت مش مقيم في هذا المكان. يعني كذلك اللي عايش في القريه هيقول انا المدن الذكيه انا مش هقدر استفاد منها، بس المدن الذكيه دي هتستقطب جزء من المواطنين وتستقطب جزء من القوه الناعمه عندك كشباب واعمال. كذلك تطوير العشوائيات، طب ايه الفلوس الكتير اللي بتضيف تطوير العشوائيات ده؟ انت بتتحرك في محاور كتيره، عشان كده قد يكون تاثيرها عند بعض الناس مش شايفاه، ولكن هو على ارض الواقع قوي جدا. يعني يمكن هختلف مع حضرتك في هذه الجزئيه، لان فضل. هو مجتمع واحد لما كده. بنحسن الطبقه الاكثر احتياجا بنرتفع بيها، ما بتشدش الدوله يعني الجمهوريه الجديده لتحت، ولما بنحسن الطبقه الثريه بتفتح مجالات للعمل بتفيد كده، احنا مجتمع واحد متكامل. كلنا ونحن. نعم الاستفاء، هل التعاون او يعني مدى قبول المبادره جاي من ناحيه الاستفاده ولا ايضا المشاركه المجتمعيه والمجتمع المدني؟ لا. حجم ده قد ايه وحجم ده قد ايه؟ الحكومه بتمثل 80% من حجم المشاريع، والمشاركه المجتمعيه او القطاع الخاص بيمثل 20%. احنا دلوقتي ما بقيناش نمشي في اي مكان في مصر الا لما نلاقي شباب زي الورد. نعم. لابس الفيست اللي موجود عليه حياة كريمة وبيقول. نعم. لك احنا بنعمل واحد اتنين تلاتة، حضرتك تقدر تتعاون معنا ازاي او تحب تشارك معنا ازاي. كمان لو حابين نقول اكتر يعني مجموعة مشاريع بسيطة، هنقول في مشروعات هامة جدا كان اولها محطة الطاقة الشمسية اللي في بنان في أسوان. دي تعد اكبر محطة على مستوى العالم، فيها 31 محطة هتنتج 1550 ميجا وات بتكلفة 3.4 مليار يورو. كمان الاعتماد على وسائل النقل النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربية، منها مونوريل، منها قطار الكهرباء السريع، منها قطار الكهرباء الخفيف. طيب من أهم المشاريع اللي طلعت كمان من كوب 27 كان توطين أو استراتيجية شاملة للهيدروجين الأخضر. نعم. لو قلنا الأرقام دي، الأرقام مهمة جدا، لأن بتقول إن أنت هتعمل طاقة تفوق 44 جيجا وات، وقود أخضر لساعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا، الحد من انبعاثات الغاز الحراري بمقدار 37 طن سنويا. ثم نوصل بقى للجزء المهم لينا كشعب أو كمواطن، إحنا عندنا 220 ألف فرصة عمل غير دائمة. كنت هسأل حضرتك، أخذت مني هذا السؤال، وفرص العمل حجمها قد إيه؟ لأن ده اللي مردود الآن بالظبط لهذه المبادرة. 220 ألف فرصة عمل ده في موضوع بس الهيدروجين الأخضر. نعم. ثم هيبقى. نعم. في 44 ألف وظيفة دائمة. الأرقام هي اللي دايما بتتكلم. طيب لو قلنا قبل ما نسيب جزئية فرص العمل، التنمية المستدامة تعني يعني مواكبة مخرجات التعليم مع طبعا احتياجات السوق. هل مبادرة حياة كريمة بتشمل ده ومتحقق على أرض الواقع يعني مش كلام؟ لو لقينا ان احنا في الفترة الأخرانية اكتر من التعليم الفني بدأ يرجع الاهتمام بيه زي زمان، لان كنا احنا وصلنا خلينا نتكلم بواقعية التركيز على كلية طب وكلية هندسة وكلية ألسن وكلية أعلام وكليات القمة. الفني الصناعي كان سبة يعني بالظبط كده، فبنقول لا شكله ايه دلوقتي؟ بالظبط دلوقتي انت عندك بعيد عن التعليم الفني الحكومي بقى عندك اكتر من هنقول 20 ل25 مدرسه تنتمي لبعض المصانع وتنتمي لبعض الناحيات الاقتصاديه الخاصه، بياخد الطالب
متفوق، ليس طالب غير متفوق في اعداديه برقم نجاح. وبنبارك طبعا لاولادنا في الشهاده الاعداديه الفتره اللي فاتت دي، مبروك ليهم، وبدعوهم ان هم يختاروا الاختيار الجيد المناسب لقدراتك. انت شوف، لو انت راجل تكنيكال او تقني وعايز تشتغل بايديك والكلام ده كله، بص على كليه هندسه بعد ثلاث سنين بعد الثانويه العامه. دائما هناك فرصه، يعني دائما هناك فرصه بالظبط. فانت دلوقتي بقى عندك كل هذه المدارس الخاصة، هو بياخدك بيعلمك هو عايز ايه في المصنع بتاعه او عايز ايه في الشركة بتاعته عشان تكون مؤهل ومتعلم. كمان لان احنا زي ما حضرتك تفضلتي، التعليم الفني كان لقدر يعني وصل لمرحلة ان هو كان سبة، مع ان الاصل في جميع الاعمال هنقول المهندس هو بياخد قرار اخير، ولو حب يتعلم فهو لازم يتعلم من الفنيين و و و الدكتور هو طبعا الجراح والقوي والفاهم. التعليم الفني في الغرب هو الاساس، هو الاساس يعني، ولكن انت فرص العمل موجوده اكتر للكونفنشنال. في مره من المرات اقول لحضرتك موقف كده، صديق حكاهولي، هو بيتكلم مع حد بيستلم منه شغل معين، فقال له يا باشمهندس، قال له انا اسف انا مش باشمهندس، انا تقني، انا تكنيشن، انا جاي استلم منك ديت، لكن المهندس هو اللي هيوافق لك وبيراجع الفنيات بتاعتها و و و. فانت بتتكلم ان لازم التعليم الفني ده احنا نبص له نظره مختلفه. كمان نقول لاولادنا ان كل واحد منكم لازم يكون عنده رؤيه لقدراته والامكانياته ولمستقبله. حتى بعد التعليم الفني، التعليم الثانوي العام، لما تيجي تقعد مع ابنك او تتناقش معاه، لازم تكون المناقشه مناقشه مفيده. ممكن يكون انت حضرتك مهندس او دكتور او ضابط او قضائي وهو مش عايز المجال ده، لازم تطرح له الفكرة الأخرى. طب احنا كمان زي ما دعا السيد الرئيس في الفترة الأخرانية للموضوع التكنولوجي أو التطوير التكنولوجي، انت برضو مش هنبص على الأرقام اللي بتتقال، مش لازم نبص على 30,000 دولار أو 10,000 دولار، احنا بنبص على التطوير. لأن انت تقدر تجيب فلوس بعلمك، لكن علمك ما يجيب. يعني أحب شاركنا في هذه النقطة بالذات الأستاذ دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. معي في الاستوديو مهندس محمد خليل، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، وكنا نتحدث عن جزئية هامة وهي ارتباط مخرجات التعليم وارتباطها بمتطلبات سوق العمل، وكل ده اللي في الآخر بيصب في بوتقة مؤسسة حياة كريمة اللي دعمت هذا الفكر. قراءتك لما يحدث في هذا الصدد إيه؟ التحية والاحترام لحضرتك والأستاذ محمد خليل، تحية خاصة لحضرته والأهل مزبيرو جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب دكتور. الله يبارك في عمرك. يمكن ده ربط العلم بالعمل والمخرجات للتنمية المستدامة والأهداف كلام دقيق جدا جدا جدا. هو اللي بيخلي نسج العلم بالعمل حقيقة أصبحت موجودة في مصرنا الحديثة، ونتقدم على هذا الأمر بطريقة غير تقليدية. أهداف التنمية المستدامة متعددة، 17 هدفا مهم. نروح للخمسة الأوائل بالذات يا أستاذ شيرين، نلاقيهم مخصصين لإيه؟ للتعليم، لمكافحة الفقر، لمكافحة الجوع، للمساومة بين الجنسين، لكل هذه الامور والمسائل. طيب وده هيتحقق ازاي؟ التعليم الجيد الهدف الرابع، اذا ما كانتش مخرجات التعليم الجيد الهدف الرابع اللي بتنص عليه اهداف الامم المتحده 17، التعليم الجيد لو ما كانش مخرجات التعليم اللي هو بنقوله عليها كاكاديميين ومصطلحات جديده متعدده، الاي ان اوز وايه المخرج، لو ما كانش مخرج التعليم موافق للحالة المصرية أو للحالة الوطنية لدولة ما، يعني إيه اللي هيحصل؟ مش هيحصل تقدم أو شيء من التنمية. قد يحدث نمو. وحضرتك وضيفنا الكريم الأستاذ محمد خليل نعي جيدا أن هنالك فرق بين النمو والتنمية. النمو كانوا أسدتنا رحمة الله عليه وأطال الله وأمد الصحة لمن بقى منهم، كانوا يحدثون عن النمو جروس، يعني نمو قد يكون في أرض، قد يكون في لا قدر الله في خلايا غير مستحب وجودها في الجسم، قد يكون لكن التنمية
جهد علمي عملي حقيقي يرفع مستويات الأجيال الحالية دون الإضرار بمقدرات الأجيال القادمة. عشان كده مخرجات التعلم والتعليم الجيد من المراحل كافة من بداية دخول ما يسمى بالكي جي 1 والكي جي 2 ومراحل الطفولة إلى التخرج من الجامعة وإلى ما يسبق المرحلة الجامعية. مين يقف عند المرحلة الثانوية والمؤسسات الصناعية والدوبوست والبراكول والدبلومات الصناعية؟ برصد حضرتك هذا يحدث على أرض الواقع وفي قبول من اللي بيطبق عليهم هذه البرامج؟ ابتدى كمان الحكومة ابتدت تتعامل كمان والقيادة السياسية مع هذه القضية بطريقة أكثر احترافية. ما فيهاش إجبار، فيها ترغيب. فتحت الكليات التكنولوجية والمعاهد التكنولوجية الحديثة لتستوعب هذه الطاقات. المواطن المصري يعني بقى من ثقافته ومن فكره إنه يكون حاصل على بكالوريوس أو ليسانس. أو الحكومة تعاملت مع هذا والتربويين والأساتذة، ويمكن ضيفنا الكريم الأستاذ محمد خليل أو ضيفنا زبيرو اليوم يشعر بأن هذا يحدث بالفعل. الكليات التكنولوجية فيها مجاميع غير عادية وعالية وصف. يعني حضرتك ذكرت نقطة هامة وهي الشراكة مع الأمم المتحدة. أهمية وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة 2020، أهمية هذا يعني التصنيف؟ ممكن يا أستاذة شيرين حضرتك أو أنا أو الأستاذ محمد نكون شهادتنا مجروحة، أو أي حد من أهل مصر أو من المصريون الكرام، لكن الأمم المتحدة لما تقول إن التنمية المستدامة تتقدم في مصر، رغم كل ما يواجهها من مصاعب وما إلى ذلك، لا، هذه شهادة جديرة بحقنا. مصر تتقدم على مستويات وعلى سلم النجاح الخاص بالتنمية المستدامة الحقيقية على مستوى العالم. بالمناسبة حضرتك ذكرتي في معرض حديثك حياة كريمة، هم يصنفون حياة كريمة على إنها يقولوا كده في إشاراتهم there is a sustainable development either standard project in Egypt. انهم يشيرون الي على انه مشروع نموذجي للتنمية المستدامة. اذهبوا وانهلوا منه. وبالحق بالفعل حياة كريمة تمثل انطلاقة حقيقية لمشروعات التنمية المستدامة الحقيقية. انا استاذ متفرغ حاليا للإدارة والتنمية المستدامة، تجاوزت 60 عام. لم أجد في مصرنا الحبيبة مشروع يبدأ من النجع ومن القرية ومن المركز كان في الغالب يبدأ من مشاية المنصورة، من ميدان الساعة، من منشية اسكندرية، من ميدان التحرير بجوار مسبيرو. الآن حياة كريمة بدأت من القرى والنجوع، وهو ما جعلها بحق نموذج فعلي. طيب أنا هتكلم يعني بطمع شوية، يمكن الباشمهندس محمد خليل يعني تحدث في بداية الحلقة عن ثلاث مراحل للتنمية المستدامة، وأنا توقفت عند مرحلة التوافق. أين نحن بتقييم حضرتك من إحنا نصل لمرحلة التوافق؟ يمكن احنا على المؤشرات وعلى سلم وعلى الدرجات، مؤشرات الديجري الخاصة بالتنمية المستدامة وما إلى ذلك، نحن نقترب من هذا. يمكن استسمح حضرتك 10 ثواني. إن مصرنا فاجأت العالم العام الماضي إن هي وضعت مؤشرات للقياسات الداخلية لما يحقق من مشروعات التنمية المستدامة في القرى والنجوع والمحافظات وما إلى ذلك. إلا إنني كأكاديمي هنا أتحدث وكراجل متخصص، مصرنا حققت الكثير في التنمية المستدامة بشهادتنا وبشهادة العالم، لكن لن تستطيع دولة على وجه الأرض، رأسمالية كانت، اشتراكية كانت،
بعدما ما حدث من أزمات في الفترات السابقة أن تحقق التنمية المستدامة بأبعادها وأهدافها. ماذا تقصد يا الرجل الطيب؟ نعم، أعقاب ما حدث من أزمات كورونا وأخواتها، ثم أعقاب ما حدث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الشرق أوسطية الحالية والطغيان الصهيوني تجاه إخواننا الفلسطينيين، ستتراجع مؤشرات التنمية المستدامة عالميا، ولم يحقق أجندة 2030 إذا أراد الله ذلك. لكن على كل دولة ستسعد بما حققته هي على المستوى الشخصي من أو المستوى الوطني من أهداف التنمية المستدامة. التعليم يتقدم، نعم. الصحة تتقدم، تراجع معدلات الوفيات، نعم. المساواة ما بين الجنسين، نعم. المياه الشرب الصالحة للشرب وما إلى ذلك، نعم. الحياة الكريمة، نعم. هنا الشراكات العالمية، الهدف 17، يعني بقول لحضرتك من أول الأهداف النمبر 1 و2 و3 لغاية بالأبعاد البيئية، بالأبعاد الاقتصادية، بالأبعاد الاجتماعية، نعم. كل دولة ستسعد بما قدمت من جهد ومال وعمل، لأن إشكالية التنمية المستدامة بتكمن في الرؤية القائد، ثم التكلفة، التمويل، ثم المدة أو الزمن، وهو أمر أي قائد he haven't switch on switch off، هذا سأحقق به التنمية وهذا سيحقق النمو وسأدير هذا المفتاح جانبا، لا، جهد علمي يعني عملي حقيقي. يعني كفيت ووفيت الأستاذ الكريم دكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا. وعودة لضيفي الكريم في الاستوديو مهندس محمد خليل، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة. دكتور مدحت تطرق لجزئية يمكن تكون متكررة، لكن محتاجين نسأل برضو عن تأثيرها. يعني مصر بحسب دكتور مدحت قال ان احنا وتخطينا ووصلنا لمعدلات تنمية غير مسبوقة، بس إلى أي مدى تأثرت مبادرة حياة كريمة بالأحداث من أول كورونا لما نحن فيه الآن؟ احنا طبعا بنشكر الأستاذ دكتور مدحت على المشاركة الطيبة والمعلومات المفيدة اللي قالها لنا. أكيد احنا تأثرنا تأثر كبير جدا، لأن كان التصور المبدئي ان المبادره كلها حياه كريمه مدتها ما بين 3 سنوات ل5 سنوات، الموضوع امتد شويه، لان طبعا احنا بدانا بالكوفيد 90، ده اثر على العالم كله تقريبا. الناس خدت بالها ان احنا عندنا سنتين الكره الارضيه كلها زي ما بتقول كده اتعمل لها سويتش اوف، وقفت تماما، ما بتتحركش تماما. ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه مأثره على العالم كله، مأثره على العمله الاجنبيه الصعبه اللي انت عايز تشتغل بيها. ثم طبعا قلبنا مع اخواننا الفلسطينيين من 7 اكتوبر الماضي، واحنا قلب العالم، احنا مش عايزين نقول قلب افريقيا او قلب الدول العربيه او لا، ده احنا نقطه مهمه جدا، بنتاثر بكل ما هو حولنا. في كلمه اخيره، لو لم تكن هذه الازمات كنا هنبقى فين؟ المفروض كان يبقى مبادره حياه كريمه تم الانتهاء تماما من المرحله الاولى والثانيه، واحنا بنبدا في المرحله الثالثه. ده معناه ايه؟ ان احنا كنا هنوصلنا تقريبا اكتر من 70% من المستهدف، انت وصلت دلوقتي لاكتر من 40%، فلو كنت وصلت ل 70% فكان هيبقى التاثير اكبر، تاثير اقتصادي اكبر، تاثير معنوي اكبر على المواطن، لان زي ما احنا بنقول دايما المواطن هو حجر الزاويه، هو الامن الوطني والامن القومي الاساسي، واللي كل المشاريع بتتعمل عشانه. فكل ما زادت المشاكل والمؤثرات الخارجيه بتعطلك. وهنقول اخيرا، احنا دايما بنقول تحيا مصر شعبا وقياده، فالشعب هو الاساس، لازم يكون مقتنع وعارف اهدافه اللي بينقلها للقياده السياسيه اللي اكيد بتشتغل بكل ما اوتت من قوه عشان تحقق هذه الاهداف. ولكن رؤيه القياده او رؤيه المدير او رؤيه ما هو مسؤول، رؤيه اشمل وعام ومختلفه شويه عن اهدافك. زي ما احنا قلنا بتاع حياه كريمه غير تطوير عشوائيات، غير مدن ذكيه، غير اي مشروع. نتمنى من الله ان يكون الاهداف اللي تربو ليها القياده متوافقه مع الاهداف اللي يربو ليها المواطن المصري، وكل سنه وانتم طيبين.
يعني هعيد كلام ضيوفي سواء في الاستوديو او ضيفي الكريم على الهاتف، ان يمكن تكون شهادتنا احنا مجروحه، لكن الامم المتحده ذاتها ادرجت مبادره حياه كريمه كمبادره نموذجيه. بشكر ضيفي الكريم المهندس محمد خليل، عضو الاتحاد العام للتنميه المستدامه، ضيفا كريما معانا. كل سنه وحضرتك طيب، وشكرا لوجود حضرتك معانا. بشكر فريق عمل حوار اليوم، وشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.